نذهب إلى هذا الإهداء لعائلات السجناء وكل المظلومين في تونس، وتحية لشهداء تونس وأحرارها، تحية لجرح الثورة، تحية لمن عبدوا لنا الطريق حتى نمارس هذه المهنة بشرف خارج مربعات الوصاية، خارج مربعات الوشاية كذلك. مرحبا، نتواصل بعد هذا المقطع. دورك يا صباح. الله يرحم، الله يرحم أبو مازن الشاعر المغني الفذ اللي توفى منذ أيام قليلة عن عمر تقريبا 73 سنة، وأجيال وأجيال تربت على نصاعة الكلمة وعلى قوة الفكرة وعلى المعنى وعلى محبة الأمة وعلى الالتزام بفلسطين وبكل قضايا الأمة غير مجتزئة وغير متفرقة.